المستشار رضا العيسوي رئيس لجنة 8 كومومبو أسوان. مساء الخير يا سيادة المستشار. أهلا بيك يا فندم، أخبار كومومبو إيه واللجنة إيه؟ والله بص يا زلمين، أنا عايز أقول لك على شيء. إحنا النهاردة في عرس ديمقراطي. اولا بس عايزه بجد اقول لك ان انا عارفه ان انتوا بتشتغلوا في عز الحر والجو عندكم صعب جدا، لكن بالذات اللي بيشتغلوا في اسوان وفي الاقصر وفي الاماكن في الصعيد بحييهم تحيه خاصه، لان برضو التحمل بيبقى اصعب، يعني موضوع اصعب من يمكن اللي بيشتغلوا في محافظات تانية، فدي نقطه بدايه. يعني اشكرك جدا يعني، وعامه في المقام الاول احنا ما بننتظرش شكر من حد، لان احنا بنعمل واجب وطني تجاه بلدنا، ولو كل واحد قام بهذا الامر وهذا الواجب عليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن، الوضع اتغير تماما. دي نمره واحد. اتفضل. نمره اثنين، الشيء اللي انا عايز اقوله لحضرتك وشيء مهم جدا وللساده المشاهدين يبقوا فاهمينه كويس قوي، احنا حاليا بنعمل مقارنه بسيطه جدا بين نسبه التصويت في الاستفتاء على الدستور 2013 2014. شوفي كان وصل معانا الامر لكام مليون. لما تعرفي الامر النهارده في ذات اللجان اللي فيه مثلا كان بيحضر فيها مثلا 1500 صوت فرضا في التصويت، لما يكون حاضر فيها النهارده 1800 و2000. كويس قوي. معناه ايه؟ معناه ان في زياده بما يعادل مثلا حوالي 20%. 20% دي النهارده جايه مش من فراغ، جايه منين؟ جايه ان المواطن المصري فاهم ان هو لازم يشمل خريطه طريق. دي نمره واحد. نمره اثنين، نفهم ان المواطن المصري وخاصه المراه المصريه، واخص بالشكر جدا المراه بوجه قبلي وخاصه في محافظه اسوان. تخيلي النهارده لما تكون امراه ما زالت في مرحله يعني لسه والده امبارح، وتجيل النهارده على كرسي متحرك، والله ما شاء الله حاجه عظيمه بصراحه، حاجه يعني شوف الاخضر لما يجيلي النهارده ناخب متشال ومعلق قسطره بجد، مشاهد مؤثره جدا بصراحه. لا غير المؤثر كمان، لما تتخيلي النهارده مثلا تيجي امراه وتقول لك انا عايزه انتخب الزعيم، فيا ستي ما عندناش حاجه اسمها هنا الزعيم، تقول لك انا عايزه انتخب عبد الفتاح السيسي الزعيم. ده شيء يعني، هو طبعا الكلام ده بيني وبينها مش على الملأ عشان ما يبقاش عمليه ان هو طبعا الناخبين في هذا الامر طبعا، ولكن هذا الشعور بيدينا شعور بالاحساس، الاحساس بالجمال طبعا. ولكن الامر محتاج نقطه توضيح كويسه جدا. الماده 43 في القرار الجمهوري 22 لسنه 2014 حط غرامه 500 جنيه على الناخب. احنا المشكله للاسف الشديد ان يعني عارفه، لو احنا كنا فعلنا هذا الامر من الاستفتاء الدور اللي فات، كان النهارده الناس المتقاعده، النهارده الموظفين لما خدوا اجازه، لما بدات مواصلات الانتقال والمواصلات تتوفر لكافه المواطنين. انا بقول لحضرتك لو ان هذا الامر في ضوء الامر غدا بكره، لو الناس اللي ما عندهاش التزام وطني تجاه هذا الامر والصوت الانتخابي اللي ممكن يؤثر في هذا الامر، انا في وجهه نظري الشخصيه قرار القاضي لابد من تفعيل القانون في هذا الشأن. بس يا سياده المستشار، يعني الا تشعر انه الحقيقه ان الناس لازم تخرج طوعا وحبا ورغبه في المشاركه، مش عشان الغرامه؟ يعني انا بحترم القانون طبعا وتطبيقه، يعني حتى لو اختلفت معاه بحترمه ويجب ان يطبق، لكن انا سؤالي يعني الا تشعر انه فعلا مشاعر زي اللي انت شفتها دي اقبال، يعني ان الناس تقبل طوعا وليس غصبا؟ بص يا زلمه، في الوقت الراهن الانتخاب لما يكون يوم او يومين والناس تنزل طواعيه وحبا لهذه البلد ولتوضيح الموقف العالمي قدام الراي العالمي كله، ما ده اللي احنا بنقوله وبنصرخ فيه من الصبح. لما حضرتك النهارده توفر كافه سبل الراحه، يوفر قاضي على كل صندوق، ويوفر موظفين، وهذا الامر بالمفهوم المخالفه الاخر بيكون عبء علينا احنا في عملنا القضائي. طيب، ويوفر وسائل المواصلات، ويوفر لك كل سبل الراحه، حتى الوقت بدا الوقت يمتد، سابقا كان للساعة 6 والساعة 7 وبعدين يمد ساعة أو ساعتين، النهارده للساعة 9. ولو في النهارده ناس موجودين في قلب الحرم الانتخابي داخل المدرسة، يا رب يكون مليون ناخب لازم ننتخبهم، ده بقوة القانون مفيش فيها فصال. طب طالما أنا وفرت لك كل الآليات ديت، اديتك كل الإمكانيات المتاحة إنك تنزل تعبر عن رأيك بحرية تامة وبظل تأمين محترم قوي غير مسبوق في الانتخابات من القوات المسلحة وش ليه ما بتنزلش؟ السؤال فاضل إيه؟ يبقى انت النهارده حاجه من الاثنين. انا بخص بالذكر هذا الامر ليه؟ لان النهارده الراجل اللي يقول لك انا النهارده بعزف عن الانتخابات، طب ياسين انت بتعزف عن ايه؟ ده حق وواجب عليك. انت لما بتعزف عليه هذا الامر النهارده بتدي فرصه للقيله والقال. صحيح. بتدي فرصه للمطعم في التشكيك، طب ليه الكلام دوت؟ انزل وشارك وقول رايك كيفما شئت. انا بشكرك ست النهارده كقضاة امناء على الصوت الانتخابي كما ابدي كما سيصل الى اللجنه العليا للانتخابات بتلك النتيجة. بشكرك سيادة المستشار رضا جدا على هذه المداخلة.